هو كاين شروط صحة وشروط كمال، كمال يخفى عليك. شروط الصحة هو المعروف أنه ترك شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا أمر معروف. هو شرط كمال أن يكون الصوم عند الله في محل الاعتبار والقبول، أن يتجنب الإنسان فيه سيء القول وأن لا يتكلم بكلام يعني سيء، وأن يحفظ جارحة لسانه، وأن يحفظ عينه من أن تقع في الحرام، وأذنه وأن يحفظ جوارحه. والصلاة، الصلاة هي عماد الدين وهي سناده يستند عليها الدين، هي العماد، هي الأساس، هي الصلة. طبعا ماشي نقول اللي ما تيصليش أنه يفطر، لا لا يصوم، ولكن ينبغي عليه أن يعلم بأنه لا بد حتى يكون هذا عند الصوم، هذا الصوم معتبر عند الله مقبول، لا بد لها من الصلاة، لأنه هي الأساس. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فلا بد أن تكون الإنسان صلة بالله، وصورتها هي الصلاة.